طلبت لك يا سيدنا المسيح، اغفر لي يا ملك المجد. قريبة مفي أوبا تشوي ساكشن إي خنتك متقورو، افتح أعين عقلي لكي أعرف مجدك. اذكرني يا ربي متى جئت في ملكوتك. قال الأنبا إشعياء: أحب التعب والمشقة في كل شيء لتخف عنك أوجاعك. احذر من أن تعتبر نفسك شيئا في أي أمر من الأمور، فإن ذلك يفقدك النوح على خطاياك. احفظ نفسك من الكذب، فإنه يطرد من الإنسان خوف الله. لا تكشف أسرارك لكل أحد لئلا تسبب عثرة لقريبك. اكشف أفكارك لأبائك الشيوخ لتجد معونة بمشورتهم. اتعب نفسك في عمل يديك وخوف الله يسكن فيك. إذا أبصرت إنسانا قد أخطأ فلا تحتقره ولا تزدري به لئلا تقع في أيدي أعدائك. إياك أن تتمادى في ذكر خطاياك القديمة والتلذذ بها لئلا تنتابك الأتعاب. أحب الاتضاع فهو يحفظك من الخطية. لا تكن معاندا أو متمسكا بكلمتك لئلا يسكنك الشر. لا تضع في نفسك أنك حكيم فتقع في أيدي أعدائك. عود لسانك دائما أن يقول اغفر لي فيأتيك الاتضاع.